كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. يتني امنا نغلكم في نيكون بني واخ محمد النظيفي تماراكش مو يتني بايام عجل الحاج مالك دان بيننت موم ليك مو دو دلو سنغال تديو ما سيتي النظيفي محمد النظيفي فجر ديالاج منصور دي ديبار دي ماراكش محمد النظيفي ييو ييو تي فجر يو تيكو تي نوب مو نان ديريكت الحاج مالك مو مخي dëlati alaaji malik mo lay xéñ bi alaaji mansour di ké bu nu yonté mom mu foon lox alaaji mansour ni ni la ma yalla xamalé ni bala ma dé dina foon dëlati alaaji malik kërëm la alaaji mansour lak arab ak mo gondi di ko dégg ba ci ak mo ko xana suma moussa le bir sa bay lekh ya ma dal ton alaaji mansour ko ma la dal ton mo ne ko waaw dama bëgg nga waxtaan ak ma ci sa bay mu ne ko ma waxtaan ci darija wala ma waxtaan ci arab alaaji mansour darija moy luga marocain نحن جئنا من السنغال زائرين ونحتلف بعيد مولد النبي والآن فرحنا غاية الفرح بلقائكم هذه الليلة الميمونة المباركة الطيبة إن شاء الله. هل تحتفلون كل سنة ذكرى عيد المولد النبوي؟ نحن في السنغال وفي المغرب لأننا نحترم المغارب لأنهم دائما يستقبلوننا من السنغال احتفال عيد مولد النبي الشريف. نحن نحتفل في السنغال وبعد اليوم المولد هنا في السنغال نرتحل جميعا الى المغرب لاحتفال هنا عند شيخنا في عم التجاني الشريف الفاطمي. لطفي عبد الحليم تجاني وفي الطريقه التجانيه من اراد ان يخدم الطريقه التجانيه الطريقه التجانيه هي احد الطرق المشهوره في 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 المغرب وهي ايضا الطريقه هي الطريقه الاكثر انتشارا في افريقيا وبسببها انتشر الاسلام لان في عهد في وهي بدات خرجت من فاس لماذا في فاس لان وجود جامعه القرويين وجود علماء كانوا علماء ياتون وياخذون الطريقه ويذهبون الى بلدهم وينشرون الطريقه مثل هذا العالم الان اللي اسمه الحاج مليكسي الحاج مليكسي هو هناك ابراهيم نياس وهناك ايضا الحاج عمر فوتيو الحاج عمر فوتيو كان ينشر الطريقه كان المبشرين المسيحيين يريد ان ينشر الطريقه الدين المسيحي الحاج عمر فوتيو كان ينشر الطريقة الإسلام إذا الأفارقة عرفوا الإسلام عبر الطريقة التجانية وهم يأتون إلى فاس للزيارة ليس للحج هم يأتون للزيارة ولماذا الزيارة لأن ليؤكدوا علاقتهم مع الشيخ صلاح التجاني وأنتم كما ترون هنا فرحتهم بوجودهم هنا. احكي لنا حول هذه الليلة. هذه تسمى ليلة السابع لأن يوم الاثنين كان 12 ربيع الثاني كان ليلة المولد النبوي
نحن نحتفل بذكرى المولد النبوي في مختلف الزوايا، في مختلف الطرق والطريقة التجانية. تحتفل بهذه الليلة كل عام يحتفل، وهذه من المناسبات اللي يأتون كثير من الزوار إلى زاوية الأحمد التجاني، والمدينة مملوءة بالأفارقة، وأيضا وهم يحتفلون أيضا بصيغتهم بأمداحهم وبصيغتهم الإفريقية، مثل هذا الذي كانوا يقول مثل التيسير. التيسير هو بحال مجموعة من الأشعار والأمداح يمدحون فيها الشخص، وهم يحبون الشخص لأحم تيجاني أكثر من أهل فاس. يا ربك خير الخلق الدنيا يا أبو العباس يا أبو الآية مكتوب سرائره شاف الجبال لولا رسولنا كان والمصطفى ومولانا أحمد التجاني ليس لنا بالكون اسم الرحمن والمصطفى ومولانا أحمد التجاني عزم علينا شق الجنة وما خطب بالسبب من دار سيد أحمد يا محاسن الأولياء محاسن الأولياء لا شك جمة وما خصب الصبر إلا الاتجاه من شاه عين وعين وشاهدت ما يأتي وما كان قبلنا